الثاني للقعدان والذي ينطلق بحفظ الله ورعايته وتوفيقه. ثاني أشواط المفاريد القعدان المتأهلات وهي من أقوى القعدان. المشاركة المقدمة والصدارة مع الشقب للسيد سعود بن سلطان بن سند المسيفري على المركز الأول. المركز الثاني مبهر للسيد علي بن محمد المحميد، وثالثا يصل عزام للسيد محسن بن راشد بن نديله. المركز الرابع وتغطية سريعة على المراكز الخمسة الأولى شاهين للسيد حمد بن جار الله البريدي، وخامس المراكز هو الرامي للسيد هادي بن سالم بن قطامي. عودتنا إلى الشقب وإلى سلالة الشقب المعروفة والمتألقة. ينطلق السيد سعود بن ناصر بن سند المسيفري في المركز الأول، وانطلاقته مميزة و800 متر على خط النهاية وبدون أي تعليمات، الكل ما حرك حتى هذه اللحظات. المركز الثاني مبهر وبن محميد قادم على المركز الثاني مع مبهر ليبهر الحضور، ليبهر المتابعين لهذا الشعار. المركز الثالث يتحرك عزام للسيد محسن بن راشد بن نديله، لكن شوف التجاوز والدخول القوي جدا من قبل الرامي للسيد هادي بن سالم بن قطامي، يتسلل الى المركز الثالث. وخامسا حمد بن جار الله البريدي مع اللي هو شاهين. عودتنا الى الشقب والى مبهر والى الرامي الذي ينضم الى المعركه في هذه اللحظات، معركه ثلاثيه قويه جدا، قويه للغايه. اذا الشقب مبهر والرامي، لكن الرامي شوف يا سلام، سلامي عليك يا بن قطامي، ثلاث اشواط هاتريك وسوبر هاتريك، وبالتالي يحقق هادي بن سالم بن قطامي المركز الاول مع الرامي في اشواط المتاهلات، اشواط مميزه جدا ينتزعها هادي بن سالم بن قطامي. وايضا نهني هذا المضمر الممتاز. المركز الثاني مبهر علي بن محمد المحميد، وثالثا الشقب للسيد سعود بن سلطان بن سند المسيفري. توقيت الشوط الزمني 2:11 و90 جزء من الثانية. تهانينا للسيد هادي بن سالم بن قطامي على فوز الرامي وأيضا الهدفين. تهانينا والناموس.